السلام عليكم، معكم إيمان وراق منسقة جمعية إشراق زنة الجديدة والمسؤولة على مسابقة ملكة جمال الفولكلور والبادية الدورة ديالها الأولى. هذه المسابقة اللي تنظمت في فندق فضالة أكيد بالمحمدية. صراحة ما توقعناش غيكون هذا النجاح وليفينمون بهذا الإعجاب اللي بزاف كان معجب به. أول حاجة هذه المسابقة وإلا خطوة صغيرة باش نكتشفوا الجمال الزناشي، كما كنعرفوا الزناشة منطقة حية وجميلة جدا. ألوغ هذه المسابقة ماشي غير مسابقة شكلية، مسابقة من وراها العديد من الرسائل. والمعروف على جمعية إشراق زنة الجديدة أنها كتخدم أيام وليالي باش ينجح كل نشاط عملاتو، والحمد لله الطاقم ديالنا طاقم اللي غني بطاقات جميلة وعديدة جدا. وكنتمنى ان هذا ليفينمون هذا يكون الا خطوه وبدايه، والقادم غيكون احلى اكيد.